العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مدرسة كبيرة كل يوم بنتعلم منها درس جديد. ومن أعظم الدروس اللي بنتعلمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمل، تفاؤل. مهما كان البلاء ومهما كانت الأزمة اللي الإنسان عايش فيها، مهما فعلا زادت عليك البلاءات وزادت عليك المصائب، مهما كنت بتمر بمحن وأزمات، صدقني كن على يقين إن اللي قدر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأزمات والبلاءات اللي كانت موجودة في مكة ويفتح له باب الأمل في المدينة، قادر بإذن الله عز وجل إنه يفتح ليك باب الأمل وباب التفاؤل اللي تخرج منه بإذن الله عز وجل من البلاءات والمشكلات إلى ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. اللي يبص لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يستشعر منها قمة الأمل بعد بلاءات كثيرة جدا، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرسل لنا رسالة. مهما طال البلاء لابد أن الإنسان يخرج من هذا البلاء، ومهما زادت المحنة لابد أن يأتي الوقت اللي تنتهي فيه هذه المحنة، ومهما طال سواد الليل فلابد أنه ينفجر نور الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من خلال الهجرة قد إيه في أمل مهما كان بلاء. مش هقدر أنسى أبدا مشهد الكعبة وهي شاهدة على اضطهاد مشركي مكة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب وتعذيب وإهانة. بل مش هقدر أنسى أبدا شهادة الكعبة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب بين جنباتها. مش هقدر أنسى أبدا تهديد أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يصلي عند الكعبة ليطأن على رقبته بقدميه. مش هقدر أنسى أبدا هذا المشهد العظيم اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه أهل مكة فضربوه حتى أدموه، فجلس صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة يبكي بكاء شديدا، فجاءه جبريل فقال يا محمد ما يبكيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل فعل بي هؤلاء كذا وكذا. لن أنسى أبدا حصار ضربوه على النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 7 لسنة 10، وحورب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حربا بشعة من مشركي مكة. أنا لن أنسى أبدا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم دماء أصحابه تسيل بين يديه، ولن أنسى أبدا مشهد مرور النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وهم يعذبون والنبي يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لن ننسى أبدا البلاءات اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار اللي كان من سنة 7 لسنة 10، وبعد هذا الحصار ماتت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل زوجته وأمه وأخته وصحبته وصاحبته بمعنى زوجته. لن أنسى أبدا مشهد موت عم النبي صلى الله عليه وسلم. لن ننسى أبدا البلاءات اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في رحلة الطائف، وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والشدة والضيق بما رأى وبما أوذي يوم الطائف. لن ننسى أبدا كل هذا. سبحان الله، مع كثرة هذه البلاءات وكثرة هذه المحن جاء النور، نور الهجرة اللي بيدينا كلنا بارقة أمل مهما كانت البلاءات ومهما كانت المحن. بإذن الله عز وجل سيأتي نور الفجر. لن أنسى أبدا بحال من الأحوال حين اجتمع مشركي مكة في دار الندوة علشان يرتبوا لمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاء الله سبحانه وتعالى مع شدة ظلمة هذا الليل الشديد من البلاءات والمحن علشان تيجي الهجرة، وسبحان الله تكون هي الفجر الجديد والنور الجديد اللي يملأ قلب النبي وقلب الصحابة بالأمل والتفاؤل. خلاص وداعا لزمن البلاءات، وتأتي مرحلة المدينة اللي فيها يكون التمكين وإعداد الدولة. سبحان الله، نتعلم من الهجرة إن مهما كان بلاءك صدقني سيزول، وبإذن الله تبارك وتعالى سيأتي الخير ويأتي العطاء وتأتي المنح من الله سبحانه وتعالى، وهو قانون الله في كونه. بعد كل محنة لابد أن تأتي المنحة، ومع سواد الليل في أشد لحظات الليل سوادا هي نفس اللحظة التي ينفجر منها نور الفجر. صدقوني من خلال قراءتنا للهجرة هنعرف شيء مهم جدا، ألا وهو املأ قلبك بالأمل واليقين أن نصر ربنا سبحانه وتعالى آت. كن على يقين أن ربنا هيرفع البلاء، كن على يقين أن ربنا هينصرك أو هينصرك ولو بعد حين. شكرا للهجرة اللي علمتنا أعظم درس من دروس الأمل واليقين،
والثقة في الله سبحانه.